العم جابر المجهلي أدرك حكم الملك عبد العزيز رحمه الله ولم يتزوج بعد، وليس عنده أبناء ولا أسرة، يعيش وحده في بيوت حجرية قديمة بجبال هاروب. طيب إن شاء الله، بالصحة. طيب إن شاء الله، الله يحفظك، تسلم. كيف الصحة؟ طيب إن شاء الله، ما شاء الله. يا عم جابر، من كم تسكن هنا؟ من كم سنة تقريبا؟ يوم قام عبد العزيز. تسكن هنا من متى؟ من مدة عبد العزيز. ما شاء الله، أنت أدركت؟ بوتي، ما بوتي. أي. أنت تلهم عبد العزيز. هذا لي شباب. ما شاء الله ما شاء الله. يا بحكم الملك عبد العزيز رحمه الله كان هو شباب. ما شاء الله. يعني 80 فوق 80 سنة. ولا سعود، بعد سعود ولا فيصل. نعم. فيصل خالد، بعد خالد فهد. ما شاء الله. بعد فهد عبد الله، بعد عبد الله سلمان. نعم، الله يحفظهم ويرحم من مات منهم. الله يحفظك طول عمرك. ينصرهم على من يعادي. اللهم اللهم آمين. ينصرهم على من يعادي. ما شاء الله. جزاك الله خير. من ربي معجل ومهما جل. اللهم آمين. اللهم استجب. اللهم آمين. وهي من يدها خالص. أدرك الزلزال الذي حدث في المناطق الجبلية في جازان تقريبا قبل 86 سنة. عم جابر يذكر سنة زلزال صارت هنا في المنطقة. أيوة 1359، لكن واضح انه كبير يعني ذاك اليوم. أيوة. يعني على الاقل انه من عام، على الاقل من 40 من سنة مزلزلة طال عمرك لليوم. اليوم 45 86 86 سنة. ما شاء الله ما شاء الله. يعني اعطوه 12 يعني 10 كذا، لا 15 كذا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني عمره ما شاء الله يعني كذا كذا وكذا 100 او اكثر قليل. ما شاء الله، الله يجزيه من فضله ويطول عمرك. عم جابر اللهم ابتدى مدة القرعاوي. القرعاوي يعني القرعاوي ما شاء الله امتد علمه من اقصى الجنوب من صنطا الى هنا. في ناس كانوا يتعلمون هنا. درست فيها درس سامبا. لا هد تقرأ قرآن الحين؟ لا والله نسيت. ما لا نسيت. هو ما قرونا نحفظ بلا كتابة. ما نكتب. ما ورونا كتابة. تحفظون الصور. نحفظ صور. العم جابر المجهلي ما شاء الله تبارك الله في نعامه نعامه في محافظة هروب. رجل صاحب ابتسامة جميلة يتحدث على أنه أدرك الهزة اللي كانت في المنطقة الجنوبية عام 1359. أدرك حكم الملك عبد العزيز وكان ما شاء الله شابا يافعا. الله يطول في عمره ما شاء الله تبارك الله. عندك أولاد يا عم جابر؟ لا والله ما تزوجت. ما تزوجت؟ لا والله. العم جابر لم يتزوج، ليس لديه أبناء، ومن 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 سنوات وأنت تسكن لوحدك. لكن ما شاء الله ما حولك جيران قريبين؟ في جيران؟ لو احتجت مستشفى، لو احتجت بقالة، لو احتجت أغراض. أجعل ذي خلفني حتى أتصل. أي يعني العم جابر إذا أراد شيء مثلا مقضى بقالة أو شيء يرسل أحد العمال، لكن لو احتجت المستشفى عندك جوال؟ عندك شيء؟ الجوال. أي كويس. لو تبغى المستشفى، لو تبغى السوق. ما حد يجهد اليوم ركب طائم سيارة. ما شيء يحني شيء. يقول سيارة تعبه. نعم. ما حد يحلها. عندي سكر، عندي ضغط. لو زعلت أجع. تتعب من الزعل. الله لا يجيب لك الزعل، قول امين. ان شاء الله ما يجيك الزعل. طيب لو جبنا لك هنا معزبه مقيمه يعني طيبه، نجيب لك هنا زوجه. نجيب لك شفره. لا فيك الخير. سوالف قصص. ترضى ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. توانسك هنا في وتساعدك بالطبخ وبالاكل وبال العم جابر الله يحفظه يا رب العالمين ويطول في عمره. قلنا لك نبغى نجيب لك زوجة توانسك وتساعدك. قال ما يبغى. ما شاء الله تبارك الله، رجل صاحب ابتسامة جميلة يسكن في هذا المكان الرائع في محافظة هروب جبل منجد. نعامه في جبل نعامه. بندخل الان نتعرف على المكان اللي يسكن فيه من ناحيه المطبخ او غرفه النوم. هذا غرفه النوم صحيح؟ نعم. بسم الله. هذه غرفه نوم العام. طبعا شوف يا ابو محمد البوابه كيف قصيره. قصيره جدا. ايوه هذه زمان قديمه طبعا. نعم. والحجره هذه قديمه من الحجر. نعم. هذه غرفه نومه مبيته. هنا الراديو يستمع فيه الاخبار، استمع إلى القرآن الكريم ما شاء الله تبارك الله. وأيضا هذا الكشاف إذا احتاج مثلا يضوح. سلمت الله يحييك ما شاء الله.
الله يقويك ويسلمك ويعطيك العافية. هذه غرفة نومك ها؟ هذا نومي حق نومي. الله يعطيك العافية يا عم جابر. طبعا شفت المفتاح في يده الآن بيفتح لنا المطبخ وهو مقفل. وليش مقفله؟ علشان يقول المساس ما تدخل. بسم الله. طبعا حتى الباب خشبي وقديم جدا. بسم الله بسم الله ما شاء الله نجح نجح. بسم الله ندخل الآن نشوف المطبخ. هذا مطبخ العم جابر. الشجره هذه وش هي اطبخها برا عند الشحن. اي وتطبخ على هذه انا مقزح يا عم جابر. هذا مكان ما تطبخ ما شاء الله. الاثاثي هنا لا فيه لحم. اذا فيه لحم هنا يطبخه هنا. واذا فيه دجاج ولا ادام لا هناك هناك يطبخ هنا في هذا الموقع. عنده غاز ما شاء الله تبارك الله. هنا طال عمرك يطبخ في الطبيعة البكر الحياة البسيطة. نعم. رجل يعيش لوحده لا زوجة لا أبناء لكنه يعني ما شاء الله صاحب روح رضية وسامية وقنوعة. أصلا شوف الطبيعة الموجودة. هذا الأطلالة حق العم جابر دائما يحب الله يعطيه العافية ما شاء الله تبارك الله. شوف الأطلالة تحت كيف تكفيك الأطلالة. هذه لوحة لوحة والله خيالية ما شاء الله. في زيارتنا لهروب تحديدا جبل نعامو. أيوة. هذه اللوحة الجميلة في منزل العم جابر المجهلي. شايفين البيوت القديمة الحجرية بيوت آبائي وأجداده. الشباب جالسين هناك فوق. إطلالة جميلة على المناظر الخضراء. جو استثنائي يا أخي. الحياة هنا الحياة البكر أبسط معانيها وأجمل معانيها. زرناه وتحدثنا معه ومازحناه ورأينا كيف يعيش بمفرده وكيف يقضي أموره برغم وعورة الطريق. منزله وبعده عن المدينة وضعف حالته الصحية والعمرية كل تلك التفاصيل. ها هنا يعيش ينام عشاء ويستيقظ في الفجر بمفرده. يعيش لعشرات السنين بعمر تجاوز 100 عام. أمله في علاج لعيونه لتتحسن رؤيته وبإعادة مسح وتسوية الطريق المؤدي لمنزله الذي تفسده مياه الأمطار. فالطريق وعر جدا فيعيق ذلك من إمكانية وصول من يزوره أو يعينه أو يسعفه إذا احتاج للعلاج.